أذهب إلى موسكو وينضم إلينا مراسلنا حسين مشيك. حسين أهلا بك، إذن أبدأ معك بالتطورات الميدانية، ماذا في التفاصيل؟ نعم رغدة، بعد التحية، وزارة الدفاع الروسية تحدثت في البيان لها اليوم على أو عن مقتل أكثر من 130 مقاتلا أوكرانيا توزعوا على جبهات دونيتسك وكوبيانسك، بالإضافة لاستهداف مستودع للصواريخ والمدفعية في زاباروجي، وأيضا تدمير عدة منشآت عسكرية أوكرانية. كما أيضا في السياق العسكري، تعمل القوات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية على التقدم نحو مدينة أوغلدار في مقاطعة دونيتسك، حيث تحدثت المعلومات يوم أمس عن تقدم كبير للقوات الروسية بهذه المدينة. أيضا مدينة باخموت، القوات الروسية وقوات دونيتسك ولوغانسك يعملون على محاصرة مدينة باخموت، ومن ثم التقدم لدخول هذه المدينة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، هكذا تتحدث المعلومات نتيجة التحصينات الأوكرانية داخل مدينة باخموت. كما أيضا الجيش الأوكراني أرسل عدة مدرعات عسكرية وأسلحة غربية إلى مدينة باخموت في وقت سابق. الجيش الروسي بالتأكيد سيعمل على محاصرة أو استكمال عملية محاصرة هذه المدينة للتقدم من بعدها ودخول المدينة، لكن هذا الأمر يتطلب وقت كما تتحدث المعلومات. وأيضا على الصياغ وعلى جبهة زاباروجي، الأمن الروسي أيضا يواصل عملية إحباط الهجمات الإرهابية التي تعدها السلطات الأوكرانية، وخصوصا بالمنطقة القريبة من محطة الطاقة النووية في زاباروجي. طيب حسين، القوات الموالية لروسيا هنا قالت إن أكثر من 700 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية يبدو أنهم يحضرون لاقتحام المحطة النووية في المقاطعة، والمتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن أو نفى ما يروج من معلومات عن انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا، وقال إنه لا يوجد ما يدعو إلى البحث عن أي مؤشرات تقول إن روسيا في طريقها إلى مغادرة هذه المحطة، ماذا أيضا في تفاصيل هذا الأمر؟ نعم رغدة، بالفعل سلطات زاباروجي الموالية لروسيا يوم أمس أعلنت عن وجود أكثر من 700 مقاتل أوكراني يتلقون تدريبات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية لاقتحام محطة الطاقة النووية في زاباروجي. كما أيضا هذا الأمر كما تحدثت يتزامن مع إعلان روسيا على لسان ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكريملين عن عدم وجود أي نية لانسحاب الجيش الروسي من محطة زاباروجي. في حال نجحت القوات الأوكرانية باقتحام محطة زاباروجي، فهذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للجانب الروسي، نظرا إلى حجم الوجود العسكري الروسي في محطة زاباروجي وبالقرب منها. ولكن الخبراء هنا يؤكدون رغدة على أن محاولات ستبوء بالفشل للجانب الأوكراني بهدف اقتحام محطة زاباروجي، نظرا إلى الوجود العسكري الروسي والتحصين العسكري الروسي في زاباروجي وبالقرب منها. فأي مواطن أو أي شخص يريد أن يدخل إلى محطة زاباروجي فهو يجب أن يتعدى أو يتخطى عدة حواجز أقامتها القوات الروسية خلال الأشهر الماضية، وهذه الحواجز لا يمكن بأمر سهل أو بسهولة تخطيها من قبل المقاتلين الأوكران. الأمر يحتاج إلى قوة كبيرة من قبل الجانب الأوكراني، وأيضا هذا السيناريو غير مطروح حاليا، مستبعد تماما نتيجة القدرة العسكرية التي تتمتع بها القوات الروسية، وأيضا القدرات الموجودة لدى الجيش الروسي أو التي يستخدمها الجيش الروسي بالقرب من محطة زاباروجي. جميع هذه المؤشرات تؤكد على أن ما تقوم به القوات الأوكرانية هو فقط نية لاقتحام المحطة، لكن نجاح هذه العملية أو نجاح اقتحام المحطة سيبوء بالفشل نتيجة المقارنة أو القدرات العسكرية المختلفة بين الطرفين، بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني، وبالرغم من المساعدات الهائلة التي قدمتها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، إلا أن هذه المساعدات حتى هذه الساعة لم تستطيع أن تعطي الجيش الأوكراني أي عامل للتفوق على الجيش الروسي والقدرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش الروسي. الجميع يتحدث عن تسريع للعملية العسكرية، الجميع يتحدث عن أسلحة مختلفة ستستخدم
في العملية العسكرية، ولربما بدأت القوات الروسية باستخدامها. أيضا الجميع يتحدث عن ضربات صاروخية روسية جديدة على أهداف محددة في الأراضي الأوكرانية، ولا أحد هنا يستبعد أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف من ضمن هذه الأهداف. حسين، كيف يتابع المسؤولون في موسكو اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة الرومانية بوخارست؟ السلطات الروسية رغدة تؤكد على أن تصريحات وزراء خارجية الناتو وأيضا الأمين العام لحلف الناتو هي تأكيد مباشر على أن الناتو شريك في الجرائم التي قام بها الجانب الأوكراني، كما أيضا إعلان الناتو عن تقديم مساعدات عسكرية أخرى إلى الجانب الأوكراني هو خطوة تؤدي أو هي أمر تؤدي إلى التوتر مع روسيا. روسيا لن تسمح بهذه الخطوات أو بتقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني. أيضا هذا الأمر يعتبر على أنه تجاوز للخطوط الحمراء التي رسمتها موسكو في بداية العملية العسكرية. هل يمكن بهذه الخطوات أن يحصل اشتباك مباشر بين روسيا وبين الناتو؟ الجميع لا يريد هذا الاشتباك، وحادثة سقوط الصواريخ على الأراضي البولندية كانت دليل على أن الناتو والولايات المتحدة لا يريدون المواجهة مع روسيا، وأيضا في المقابل روسيا لا تريد هذه المواجهة. ولو أراد الناتو أو واشنطن لو أرادوا المواجهة مع روسيا لكانوا تزرعوا بسقوط الصواريخ على بولندا واعتبروها على أنها صواريخ روسية ودارت مواجهة عسكرية بينهم وبين روسيا. الجميع لا زال يريد اللعب أو لا زال يريد حدود النزاع ضمن الأراضي الأوكرانية، لكن الخطوات المتخذة من قبل الناتو لا تؤشر أو لا تبشر بضرورة الاحتفاظ بهذه الحدود لأوكرانيا ضمن النزاع. يمكن أن تحصل خطوة غير مدروسة من قبل أي طرف من أطراف النزاع وتؤدي إلى اشتباك مباشر، وأي اشتباك مباشر هنا الحديث يبدأ عن حرب عالمية ثالثة، حرب نووية مدمرة، نظرا إلى أن روسيا لن تتراجع ولا يمكن للقيادة الروسية أن تقبل بالهزيمة مقارنة مع القدرة العسكرية للناتو مجتمعا وأيضا مع الجيش الروسي. فهنا لروسيا لا خطوة أمامها أو لا مجال أمامها للسماح لهزيمتها، فيمكن لها عندها استعمال أي نوع من الأسلحة للدفاع عن أراضيها وعن مصالح مواطنيها. والحديث أيضا يعود عن السلاح النووي وإمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي في حال حصلت أي مواجهة عسكرية مباشرة بينها وبين الناتو. حسين، بعد أسبوع من الآن سيوقف الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط من روسيا على الأقل رسميا، هل هناك أي تصريحات رسمية من جانب موسكو على هذه الخطوة؟ موسكو أسفت لهذه الخطوة وستأسف لهذه الخطوة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، ولعل هذه الخطوة هي خطوة فقط عبر الإعلام وهي خطوة شكليا فقط. لا يمكن للدول الأوروبية الابتعاد عن النفط الروسي، والمثال على ذلك هو بعض الدول وأبرزها بولندا التي لا زالت تستورد النفط أو تشتري النفط الروسي، لكن ليس بطريقة مباشرة من روسيا بل عبر أحد الدول الوسيطة أو عبر دول ثالثة. الدول الأوروبية أيضا ستقوم بهذه الخطوة، ستعمل على شراء النفط الروسي عبر دول ثالثة مقارنة بسبب رخص أسعار النفط الروسي وأيضا بسبب عدم وجود أي بديل للنفط الروسي. وفي حال عملت الدول الأوروبية وهي تعمل الآن على تأمين أسواق بديلة أو نفط بديل للنفط الروسي، فهذا الأمر يتطلب وقت زمني لا يقل عن 10 سنوات كما تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق. وبديل النفط الروسي أسعاره ستكون مرتفعة. أيضا المواطن الأوروبي لا يوجد لديه القدرة لتحمل أعباء النفط البديل، فهذا الأمر يعني على حدوث أزمات اقتصادية واجتماعية في الدول الأوروبية. هل لدى القادة الأوروبيين القدرة على تحمل نتائج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ أيضا هل لدى القادة الأوروبيين في حال كانت هناك موجة أخرى من اللاجئين الأوكران لدخول الأراضي الأوروبية؟ جميع هذه التساؤلات يطرحها هنا الخبراء والمراقبون. الجميع يؤكد عن أن القارة الأوروبية نتيجة قراراتها الخاطئة في التعامل مع الجانب الروسي
هي من تطلق النار على نفسها، وهي أيضا من تتحمل تبعات القرارات الخاطئة وليست موسكو. موسكو تؤكد على أنها ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية في النفط والغاز، لكن يجب على هذه الدول وعلى قادة هذه الدول اتخاذ خطوات ليست عدائية تجاه الجانب الروسي. ودعيني هنا أتحدث وأشير كما يرى بعض الخبراء إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي في الابتعاد عن النفط الروسي يمكن أن تعتبر ذريعة للجانب الروسي بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الأوروبية، لطالما أن روسيا نجحت في تأمين البديل للأسواق الأوروبية. واليوم حديث نوفاك عن أن الغاز الروسي إلى الصين تجاوز 30% أو 32% خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال الأشهر الماضية أي منذ العملية العسكرية، هي تأكيد روسي أتى اليوم على لسان نوفاك على أن موسكو استطاعت تأمين بديل للأسواق الأوروبية. والانعكاسات أو تأثير ابتعاد الدول الأوروبية عن النفط الروسي سيكون أقل خسارة أو أقل سلبيا على الاقتصاد الروسي مما سيكون على الاقتصاد الأوروبي. حسين، أيضا ماذا بشأن آخر التطورات الخاصة بموقف موسكو من إرجاء محادثات القاهرة النووية للجنة معاهدة ستارت الجديدة؟ راغدا، سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أكد على أن الملف الأوكراني أو الشأن الأوكراني هو من أبرز الأسباب التي دفعت روسيا لتأخير موعد المحادثات التي كان من الممكن انعقاده اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. أيضا ريابكوف أكد على أن واشنطن يجب أن تتمتع أو يجب على واشنطن أن تتحدث مع موسكو لتخفيف حدة التوتر الاستراتيجي. وكما أشار ريابكوف إلى أن روسيا ستقدم مواعيد إلى الجانب الأمريكي من أجل المحادثات بشأن معاهدة ستارت 3، لكن هذه المواعيد حسب تقديرات ريابكوف لن تكون قبل نهاية العام الحالي. الجميع يعلم على أن الخطوات الأمريكية في تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني وأيضا تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية وتقديم صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا وصواريخ بدون رؤوس نووية هي خطوات لا تبشر بإمكانية إجراء أي محادثات بين روسيا وبين الولايات المتحدة. وخلال الساعات الماضية رغدة، وبعد التصريحات الأمريكية، معظم الخبراء هنا أكدوا على أن روسيا ستؤجل تاريخ المحادثات مع الجانب الأمريكي نظرا إلى التصريحات والخطوات الأمريكية الأخيرة التي لا يمكن لموسكو أن تقبلها. بالتأكيد الولايات المتحدة في حال أرادت إجراء أي محادثات مع موسكو فعليها أولا أن تتوقف عن تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى الجانب الأوكراني، كما عليها أيضا أن تضغط على الجانب الأوكراني لعدم استهداف الأراضي الروسية الحدودية وأيضا عدم استهداف محطة الطاقة النووية في زاباروجي. وعندها يمكن الحديث عن إمكانية لقاء أمريكي روسي من أجل حل النزاع الحالي بين روسيا وبين الولايات المتحدة.